الحمد لله الذي أنزل القرآن رحمة للعالمين ومنارا للسالكين، فمن تمسك به نال مناه، ومن تعدى حدوده وأضاع حقوقه خسر دينه ودنياه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الكامل في صفاته، المتعالي عن النظراء والأشباه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي اختاره على البشر واصطفاه. اللهم صلِّ وسلِّم على محمدٍ وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان من شق صبحٌ وأشرق بضياه. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، قبل أيام كنا نبشر بعضنا بعضا ونهني بعضنا بعضا بحلول شهر رمضان وبإدراك هذا الشهر المبارك، وها نحن نوشك أن نودع ثلثاه ونستقبل عشره الأخير، العشر الأواخر. تدخل إن شاء الله ليلة الاثنين القادم. عباد الله، اعلموا أن أفضل شهركم هذا هو عشره الأخيرة، التي فيها خير الليالي وأعظم الليالي. فيها ليلة القدر، ليلة مباركة، فيها يفرق كل أمر حكيم، وتكتب الحوادث والتدبير. يصل فيها الرب ويقطع، ويعطي ويمنع، ويخفض ويرفع، ويميت ويحيي، ويسعد ويشقي، وتجري أقلام القضاء والتقدير. فعظموا هذه الليالي المباركة رحمكم الله تعالى بالقيام والركوع والسجود والقراءة والتكبير والذكر، والتمسوها في العشر الأواخر في كل ليلة من لياليها، فإنها تنتقل كل سنة، كما جاء بذلك الخبر عن البشير النذير صلوات الله وسلامه عليه: واقتدوا بنبيكم، فإنه كما قالت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها، متفق عليه. وقالت أيضا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر، متفق عليه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. وأعظم من ذلك قول الحق جل وعلا: ليلة القدر خير من ألف شهر. فاجتهدوا في طلب تلك الليلة الشريفة المباركة، وتحروا خيرها وبركتها، فإن المحروم من حرم خيرها، كما جاء بذلك الحديث الشريف. وذلك بالمحافظة على الصلوات المفروضة في المساجد مع الجماعة، وكثرة القيام وأداء الزكاة، وبذل الصدقات، وحفظ الصيام، وكثرة الطاعات، واجتناب المعاصي والسيئات. وعليكم بالعفو والصفح والتسامح مع إخوانكم، والبعد عن العداوة بينكم، والبغضاء والمشاحنات، فإن الشحناء من أسباب حرمان الخير في ليلة القدر. فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبر أصحابه بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين، أي تخاصما وتنازعا، فرفعت بسبب ذلك. وفقني الله وإياكم لاغتنام الأوقات بالطاعات، وحمانا من الغفلة وفعل المنكر والسيئات. أيها المسلمون، هذا القرآن العظيم هو كلام الله عز وجل، منزل غير مخلوق، تلاوته آناء الليل وأطراف النهار شفاء للنفوس من الشهوات، ودواء للقلوب من الأهواء والشبهات، وعلاج للأبدان من الأمراض والآفات. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين،
فالله الله بتلاوة كتاب الله وتدبره وتصديق أخباره وتنفيذ أحكامه بفعل أوامره واجتناب نواهيه، فإنه هو والله معجزة الدهور وآية العصور وسفر السعادة ومنهج العدالة. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. يقول أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام الله عز وجل. بارك الله لي ولكم. لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى. أيها الإخوة في الله، إنه مما يؤسف له أن كثيرا من المسلمين هداهم الله يقضون نهار رمضان في النوم ويفرطون في كثير من الصلوات المكتوبات ويقضون أكثر لياليه في السهر على ما حرم الله من مشاهدة الأفلام والمسلسلات وغيرها. يقول العلامة صالح الفوزان حفظه الله ورعاه: من كان مفرطا في الأيام الماضية فليحسن في بقية الشهر، والأعمال بالخواتيم. انتهى كلامه رحمه الله. ومع سهرهم فإن مما يؤسف له أن أكثر الناس اليوم يسهرون طول الليل ولا يفكر أحدهم في اغتنام أوقات النزول الإلهي آخر الليل، إما بركعة أو بدمعة أو دعاء أو قراءة قرآن. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مضى شطر الليل أو ثلثا ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل يعطى؟ هل من داع يستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له؟ حتى ينفجر الصبح. رواه الإمام مسلم. فالله الله، اجتهدوا رحمكم الله في هذه الليالي المباركات في هذا الشهر المبارك عباد الله.